السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عرضنا من شركة برج العقارية شقة 4 غرف صالة في هذا المجمع اللي انتم شايفينه، مجمع متكامل عبارة عن بنايتين. البناية الأمامية 4 غرف صالة فيها تقريبا 20 شقة، والبناية الخلفية 3 غرف صالة فيها تقريبا 30 شقة، إجمالي 50 شقة موجود أو وحدة سكنية. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما انتم شايفين موقف للسيارات، جلسات عائلية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والعاب الأطفال والكاميليات، وأيضا في مواقف مغلقة في المجمع. ميزة الشقة هذه أنها إطلالة كاملة على البحر، والمنطقة اللي موجودة فيها المجمع منطقة يالنجك معروفة أنها من أرقى أحياء طرابزون. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع إطلالة الشقة والمساحات، تفضلوا معنا. وصلنا شقة 4 غرف صالة مساحة 200 متر مربع. باب الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا موجود فيها منطقة الكوريدور، يمينا على طول توزيع باقي الغرف، ويسارا هنا عندنا منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. نتوجه إلى الصالة نشوف مساحة الصالة وإطلالات الصالة. مساحة الصالة أقدر أقول تقريبا 5×7 موزع على قسمين، قسم نقدر نحط فيه هنا طقم كنب، وهنا نقدر نحط طقم السفرة. إطلالة الصالة إطلالة على البحر، إطلالة رائعة جدا، بالإضافة إلى ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية موجودة أيضا. بجوار منطقة السفرة عندنا المطبخ الأمريكي المفتوح على منطقة السفرة، مطبخ متكامل دواليبها راكبة فيها، دواليب جيدة وألوانها لون الأبيض المتناسق مع ديكور الشقة. نشوف البلكونة اللي من جهة الصالة. البلكونة هذه لها مخرجين، مخرج من هذه الجهة وفي باب صغير من جهة الصالة. بلكونة كبيرة نقدر نقول 5×2.5 أو 3، وإطلالتها الساحرة على البحر، إطلالة رائعة جدا، مع أنه الدور الأول بس شيء رائع أنه الإطلالة ما يغطيها شيء من قدام، منطقة نازلة أنه ما حد يقدر يبني قدامنا نهائيا، مضمونة الإطلالة هذه. منطقة الشقة هذه أو المنطقة اللي موجود فيها المجمع منطقة يالنجك معروفة من أرقى أحياء طرابزون. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من الصالة نتوجه إلى باقي تفاصيل الشقة، تفضلوا معنا. ما ننسى أيضا أنه الأرضيات زي ما تشايفين أرضيات كلها باركيه درجة أولى، الصالة والممرات والغرف كلها باركيه درجة أولى. يميننا هنا على طول عندنا دورة مياه الأولى وأنتم بكرامة بنوعي اللي هو النوع الأرضي وليس الأفرنجي. نجي هنا يسارنا الغرفة الأولى، مساحة الغرف نقدر نقول أنها متوسطة تقريبا 4×4، بجوارها الغرفة الثانية، مساحة الغرف زي ما قلت لكم تقريبا هذه أصغر من اللي جنبها 3.5×4. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة ككل، مساحة دورة المياه جيدة واسعة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نجي هنا بعد ما طلعنا من دورة المياه نجي هنا منطقة غرفة الغسيل، حاطين هنا منطقة صغيرة نقدر نحط فيها غسالة الملابس، وفي بعض الناس أو بعض الجثث يستخدموها أنه يقدر يحطها كغرفة الخدامة. نجي هنا رقم 3 اللي هو غرفة الثالثة، إطلالتها على الطبيعة ومساحتها تقريبا 3.5×4. خلصنا الغرفة رقم 3، نجي أخيرا هنا غرفة الماستر. غرفة الماستر مساحتها جيدة، منطقة السرير وهنا منطقة نقدر نحط فيها الدولاب، بالإضافة إلى أنه لها دورة مياه خاصة فيها غرفة النوم الرئيسية.
والشيء الإضافي أنه المجمع الجديد صفر لسه تو انتهى، فطلعت الرخصة، فبعد طلوع الرخصة بيجهزوا هنا بلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية إطلالتها على المجمع من الخلف، وينفتح لها باب من هنا. كذا أعطيناكم تفاصيل كامل لشقة 4 غرف صالة في منطقة يالنجك، مساحتها 200 متر مربع، وشكرا. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون عرضنا اليوم عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف. والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.